في الثالث والعشرين من يوليو 2014 زار الرئيس هادي محافظة عمران بعد إسقاطها من قبل ميليشيا الحوثي بخمسة عشر يوما وفي ظهيرة ذلك اليوم شيع اليمنيون في صنعاء جثمان العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع لكن وجه رسالة للشعب اليمني كله بأن الأمن والاستقرار قد حق في <applause> عمران. خمس سنوات منذ زيارة هادي باتت كافية اليوم لمراجعة سياسة القائد وتفسير تلك العبارة الشهيرة التي اطلقها انذاك. ما حدث في عمران فسر حينها بأمرين اثنين لا ثالث لهما اما العجز او الخيانة وهو ما جعل اليمنيين يدفعون اثمانه حتى اللحظة غياب القائد. تغاضي الرئيس هادي والجيش حينها عما يحدث في عمران لم يكن واضحا ولا مبررا. شهادات الضباط لاحقا اكدت ان قياده وزاره الدفاع لم تقدم اي اسناد معنوي او دعم عسكري. رغم الطلبات التي تم رفعها من اللواء الذي تم حصاره لاكثر من ثلاثه اشهر. ترك اللواء 310 يلاقي مصيره المحتوم. وزير الدفاع انذاك اللواء محمد ناصر احمد كان ابرز المتواطئين مع ميليشيا الحوثي. غير أن الأصوات حينها ارتدت إلى صدر الرئيس هادي المسؤول الأول عن الخيانات التي حدثت في ذلك الوقت، فقد كان الجيش والطيران بيد الرئيس هادي، لكنه بدلاً من استخدام عصا الدولة ذهب بعد سقوط عمران ليعلن عودتها إلى حضن الدولة ويهدي ميليشيا الحوثي سلاح قهر اليمنيين. وصفت الزيارة حينها بالضربة الاستباقية للإصلاح ومحسن، وكانت رسائل قوية للداخل والخارج. خمس سنوات على الخيانه الاولى كان سقوطها درسا بالغ القسوه لكن من الواضح ان الجميع اخفق في خمس سنوات من الاستفاده مما حدث ولا يزال اليمنيون يدفعون ثمن تلك اللحظه حتى اليوم